السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الرحمة والمغفرة لكل شهداء قواتنا الشعب المسلحة وكل شهداء الشعب السوداني، ونسأل الله أن يرفع بلاء من وطننا ويهزم كل خائن، كل شخص متربص ببلادنا وكل دول الطامعين، وإنه مصرين إنه يدمر السودان، إن شاء الله الله ينتقم منه. فجينا لكم بفيديو جديد مع راكس بسيوني، كلام جد جميل وسخون كالعادة. كده رقم نهضر الفيديو أول تنبرني ناقي معك، ولو تشاهدنا أول مرة ما تنسى إنه تتأمل بالاشتراك بالقناة. طبعا اول حاجه يا جماعه نبدا بموضوع التفاوض. يا جماعه نرجع ونعيد، انا الليله طلع في قناه الجزيره طلع كلام واضح، قال لكم النازل ما قعدوا ولا جلسه اولى ولا جلسه ثانيه ولا جلسه ثالثه ولا جلسه رابعه. بيقول لك ليه ما قعدوا؟ بيقول لك والله ما قعدوا عشان دارين يغيروا، ولا دارين يغيروا ولا دارين يبدلوا، ما قعدوا عشان نياده. الوفد رجع صدرت طوالي، رجع كونكشن في جده وجا راجع، مشى الصباح رجع الساعه 10، الموضوع انتهى. يعني الساعه 10 دق بناس وقال لهم جهزوا، 7:15 بالليل جوا الفندق، ما في تفاوض ولا في جلسه، وانا قلت لكم ولا جلسه. الطلس اللي بيطلع قعدوا الاولى وقعدوا الثانيه واتفقوا، قلت لكم كذب عشان انا اوريك المصداقيه. لما انا اقول لك الحاجه وانا واثق فيها واقول لك مصداقيه وتمشي تفتش الصحفيين نفوا الخبر والقالوا طلص والناس اللي قالوا كذب والناس اللي قالوا الكلام ده كله، والله العظيم ده ما عندهم فهم ولا عندهم اي حاجه، لانه ما عارفين المطر صبه وين، بس اسامي بتاع الصحفيين، اسامي بتاع الصحفيين، لكن ما عارفين المطر صبه وين. لا في تفاوض ولا في جلسه بتاع التفاوض، ولا جلسه اولى ولا جلسه ثانيه، ولا في زول قدم ولا في زول اخر، موضوع انتهى ليه هنا؟ احنا عارفين نفسنا بنعمل في شنو، بنقول في شنو، وبنقول حاجه ساي، ما بنقول حاجه ساي، بنديك الزيت والخلاصه. امشوا تلف وتدور وتعرف كلامي ده صح. والليله جو في الاخبار قال لك ولا قعدوا ولا في شيء، ولا واحتمال 100% ما يقعدوا بعد الحصل، والله 200% ما يقعدوا. يعني الكلام بتاع تفاوض وكلام ده كله في صفحات القحاطه، ما اكثر ولا اقل، لا في اتفاق ولا في نقاش ولا في قعدة ولا في ولا في ولا في. هنا انتهينا، انتهينا، نمشي يا جماعة لنيالة. نيالة يا جماعة ناس طلعوا من نيالة مشوا الفاشل، اتواصلنا معهم. الحاصل شنو؟ الجيش قاعد مدور، شغال مدور، والله قال الجيش مصندت مع الناس ديل موت حمر، قالوا نيالة كلها جثث جندويت. الجيش قاعد، الجيش شفته بكل الطرق، احنا وصلنا ب 500 طريق انه الجيش قاعد في نياله. الخبر بتاع الانسحاب وانه باعوا ده كله كلام طلص، ديل دايرين يفقدوك الثقه في جيشك، يفقدوك الثقه عشان يقدروا يمرروا التفاوض، عشان يقدروا عشان يحبطوا جيشك اللي هناك قاعد. لما الجندي يسمعك انك انت قلت سقطت وانت كنت بتدعم، يقول احنا طالما الناس ختيننا سلمناها ما خلاص نسلمها والموضوع انتهى. لا سقطت ولا الجنجويدي بيقدر يسقط، يقعد فيها اليوم الدين ما يسقطها. المدوره والامور طيبه ومليون المياه. في امدادات كانت داخله منتشات انضربت كلها انجغمت. في امدادات جايه نياله للناس دي المزنوقين. الجيش طوالي قام بالواجب، وده الشغل الصحيح. ده الشغل الصحيح، ده المفروض كان يحصل من زمان. الطيران لازم يكون في الحدود التشادية، في حدود افريقيا الوسطى، في حدود ليبيا، لازم 24 ساعة. لأنه احنا لو أمننا الحدود الحرب جوا بتنتهي. انضرب متحرك كامل يا جماعة أكثر من 160 تاتشر. 160 تاتشر دي انضربت. انضربت عديل، انضربت. انضربت بالكي 8 الجديد، النوع الجديد انضربت. كانت جاية نيالة تساعد الناس المزنوقين ديل، لكن أي زول يقول لك والله، طبعا القحاطة بيكتبوا في صفحاتهم وبيكتبوا لك والله انسحبت وسلموها، وفي واحد بيقوم بيعمل نفسه ذكي يجيبها لك بيدخلها لك، يدخل لك السم جوا العسل، بيقول لك طبعا عشان التفاوض، عشان التفاوض بهناك يقوموا يسلموا النيالة بهنا عشان يقدروا يتفاوضوا. ده ما بكون داعم للجيش، ده ضد الجيش، ده طوال تعرفه قحاطي. لا في زول بيسلم مدينه ولا حيقدر يسلم مدينه، ولا في زول حيقدر يسلم نياله. دي حقيقه تخطها في راسك.
العساكر والجيش والضباط والجنود والناس، كل الناس شغاله، حتى اولاد الاحيال في نياله ما قصروا، واقفين مصنددين. نياله بخير، نياله بخير، طلع بيان من القوات المسلحه قال لك والله تم السيطرة على نيالة من قبل المتمردين. هنا نقول لك والله خلاص ده خبر حقيقي، لكن إلى الآن الجيش قاعد في نيالة. نمشي نشوف في الخرطوم شغالين هيئة العمليات، عملت لها عمليات كويسة في مناطق ما كتبنا لك المنطقة، لأنه ده بيطلب منه الناس ما تكتب المنطقة اللي هي كانت في كرري، لكن وين؟ قالوا ما يكتبوا المنطقة. أنا الصباح لقيت بوست جايبينه لي من ياسين البشير، كاتب قبل اليوم بيكتب كم بوست، بيقول لك الصفحه اتهكرت ورجحتها. الليله البوست ده جابوا لي 6 7 انفار. الزول ده كاتب كالاتي، انا داير ارد ليه وبكل احترام، ده الزول ده قال السيطره في الخرطوم 50-50. كيف 50-50؟ حسبها كده، قال الجيش مسيطر على المدرعات، مسيطر على المهندسين، مسيطر على كده، مسيطر على العسكريه، المناطق العسكرية. هو الجنجويد حسب لك الجنجويد مسيطرين على اليرموك، ومسيطرين على هناك المصفى، ومسيطرين على بيوت المواطنين. كيف تكون 50%؟ أساسا المعركة دي قامت عشان احتقلوا البرهان، وقامت عشان يسيطروا على القيادة العامة، وقامت عشان يسيطروا على المدرعات، وقامت عشان يسيطروا على الذخيرة، وقامت عشان يسيطروا على المهندسين، وقامت عشان سيطروا على كل الوحدات العسكرية. سيطروا على وحدة عسكرية ما سيطروا، كيف يكونوا 50-50؟ بيوت المواطنين دي دايرة لها سيطرة، المعركة بقسوها بيوت المواطنين، بقسوها بالزقاقات، بقسوها بكسير البيوت. يا تو معركة بقسوها بكده يا ياسين، يا تو معركة. الجيش مسيطر على عسكريا على السودان كله، عسكريا على السودان كله. ديل باعتبارهم الآن حرامية، حرامية قاعدين في البيوت، دي ما سيطرة، دي عدم أخلاق، ده سقوط أخلاقي اسمه. في فرق بين السيطرة، في فرق بين السرقة والنهب، باعتبارهم قطاعين طريق. الجيش مسيطر على مناطقه العسكرية، على قواعده بتاعت الطيران، القواعد الجوية، على مروي. الناس دي ما قدروا يسيطروا على أي حاجة، حاولوا في مروي دي دقوه لما الله غفر لهم، حاولوا في جبل أولياء دقوه لما ربنا غفر لهم، حاولوا في المدرعات دي بالالاف، 10,000 12,000 موت، مهندسين جغم، الذخيره جغم، الكدر جغم، حطاب جغم، وين؟ الجنجويد دي الماكله هي سيطره ما كده يا ياسين. انت لا بكلامك ده انت خصم على الجيش، ما تدعم الجيش، اسمع كلامي، ما والله العظيم خليك احسن انت بتفيدنا تكون جنجويد عديد. شكرا للامارات بكاو في الشعب السوداني، وبقول لك اي زول بيعتقد انه الامارات بتدعم الدعم السريع ده زول اهبل، والله ما في اهبل الا انتو. احنا كلمناه ووعينا لكن ما داري وعي، وفاكر الشعب السوداني، الشعب السوداني يا برهان ما بيرتضي ثاني بقحاطي، ما بيرتضي ثاني بجنجويدي، ما بيرتضي ثاني بعميل. عندك حاجه دار تقدمها يا برهان، خد بياضك وطلق قراراتك، ولسه عندك زمن قبل ما يقول لك نفذ رصيدك، قبل ما يقول لك نفذ رصيدك، بعديها تاني ما بتلقى حاجة. أنا بقولها ليك، لما الفاس يقع في الرأس والله العظيم يا برهان في نفسك، عشان كده عندك زمن، عندك قلم، اكتب قراراتك، شيل العفن، جمد سلام جوبا، جمد، ما عشان مالك عقار احنا نبيع البلد، عشان مالك عقار بيدعمك خلاص، يعني احنا ذاته ما راضي، يعني مالك عقار مؤهلاته شنو؟ اللي بيقعدوا نايبة خريج وين؟ خبرته شنو؟ ما عنده اي حاجه، زول بس كان في غابه. انا اللي ادي منصب بتاع نايب، منصب سيادي نايب رئيس دوله، المنصب ده اي زول بيطلع فيه ما مجامله، ما دي مجامله. مالك عقار ما عنده خبره ولا عنده تاهيل ولا مؤهل ولا عنده فهم عشان يقعد في الكرسي ده، دي حقيقه. ما دار لا لف ودوران، قعدتوه مجامله، مجامله. هاي الدوله بتتبني بالمجامله ما بتتبني، مع نفس حميتي. مالك عقار فرقه من حميتي شنو؟ بس مالك عقار عارف لك كم جمله انجليزيه، ده اللي بيفرقه من حميتي. للاسف انا دار اقول لكم حاجه،
انا اتكلمت عن المضادات الدخلت شهود عيان من بري، شافوا ليبيين جداد جو دخلوا السودان، ليبيين جداد، ما صدقنا الموضوع بتاع بري، كذبناه. من النصر، حي النصر، اكدوا لنا ليبيين جداد، قلنا لهم احتمال دين المهريه البيض، لا ليبيين، ليبيين عاديين جو داخلين الايامات دي، ليبيين المهريه والنسيري كلهم ديلك مشوا، مشوا وين؟ مشوا نياله، جو سدوا مكانهم منه، جو سدوا مكانهم ليبيين. ناس جلحه، جلحه قاعد، جلحه قاعد في شرق النيل، نشر له قوه هناك، في قوه الان نزلت غير ما في النازل كانوا ما موجودين. الكلام ده مواطنين، المواطنين شايفين بعينهم كل صباح وكل ظهر بعينه للحاجه بشوفه. المواطنين شايفين، لو شفت الطلقه اتغيرت بتاعت الكلاش بيكونوا عارفينها، الناس دي لهم 7 شهور. شافوا الشوارع دي في ضغط قبل يومين. شافوا الجنجويد دي ما في. شافوه انتهوا. الان الليله شافوا نوع جديد من الجنجويد، ليبيين عديد. كميه ما حبه، لو قلت لك حبه انا كذاب. كمية كبيرة بتاعت ليبيين دخلوا بيوين، جو بيوين، ليبيا، ليبيا جو بيوين، دخلوا بيوين، الآن في شرق النيل، الآن في شرق النيل وفي بوري. كمية هيجي قدام القيادة العامة يومين ثلاثة، بتسمع فيه هجوم كبير على القيادة العامة والجيش، ولا واعي ولا في استخبارات ولا صبير ولا غير صبير، ما في حاجة. الناس والله تعبت من الكلام، والله العظيم تعبت من الكلام، أكذب عليكم والله الناس تعبت. الجيش بقينا مش نزل وشغال والطيران فوق بهناك يوسخوا، ليبيين، ليبيين عديل، ليبيين من ليبيا ما ليبيين عديل بسلاحهم بعرباتهم بتاتشيراتهم جديدة، شافون شوف العين، كمية كبيرة دخلت، دخلت بوين دخلت؟ عليمك الله، جات ب قاعده في شرق النيل، جات بالغريف، جات بالشريق، جات بالشمال، جات بالسماء، نزلت ما عارفينها بوين. طيب انت بتستفيد شنو هسه؟ بتحارب في هنا جنجويد بتلقط وبهنا بتوسخ، حتستفيد شنو؟ لو ما قفلت الحدود وامنت الخرطوم دي داير ما يدور ما في فائده. لك التحية بس، من كلام جميل جدا يا اخوانا، والله زي ما قلت المفاوضات دي اصلا ما بدأت، وفي تكتم اعلامي في المفاوضات دي، والناس جوا فاتوا، جوا فاتوا القهات، هم لما طلعوا بنود وحاجات اتفقوا، فالتيران لازم يشتغل في دارفور دي، عشان كان بنود تيران لانه جنجويد دي الخش بكميات كتير جدا، فدي صعب انه لانه نازل خش بكميات كتير جدا، يقال انه نازل هجم نيالي ب 413، يعني دي كلام كتير جدا، فلازم الجيش يمشي في الجو. أن الجبهة السورية دي في الاجتماع في جوبا دي كله طبعا تابعين لإمارات والهادي، والهادي إدريس والطاهر حجر، دي كله دي الناس إمارات دعم سير جنجويد معروفين، هم بدعموا جنجويد بطريقة رسمية، والبرهان ما عارف ما در يشيلهم من موقعهم ديل، والبرهان في مجتمع دولي ضاغطه بطريقة مباشرة وما قادر يعمل أي شيء، يعني كلام شعب بقول بيطالب شنو ده كل شيء ما بيهمه، ودي أكبر مشكلة بواجه الشعب السوداني. والله يا أخي إمارات فترة جاية لما وطا ينشف إنه مطر يقيف، ممكن بحاول بفتح قد جبهات في السودان، يعني ناس بيقولوا الكلام ده خطير جدا، إنه الليبيين ناس تابعين لحفتر بيجوا بخش في خرطوم، ليه خرطوم دي ما كلام كبير جدا، وتتوقع انه مطر اذا وقف كل الجبهات دي ممكن تتفتح تاني في الشرق، عاد بيجي يخش بسويبيا لانه كله داعمين للجيش، عاد بيجي يخش باريتريا، ممكن السعوديه ذات ممكن بيجيب البحريه ذات ممكن ينزل بغادي، كل شيء متوقع، فمن الافضل الجيش انه هسه يجتهد ويقفل الحدود كلها، طبعا بعدها ممكن يقدر يامن المداخل في السودان او حدود. لكن الآن الماركة في كل المحلات ما حسمت، والماركة دي وطن شفت كل الجبهات تتفتح، ويكون السودان ده يكون في وضع أصعب من أي وقت مضى، فإن شاء الله نزل حليب لقواتنا إن شاء الله.